السلام عليكم، يوم جبتلكم طاجين لحم الحلو، ان شاء الله يا ربي يعجبكم وساهل بمقادير مضبوطه ما تقدروا ديروها بلا ما تخافوا. عندنا الفواكه المجففه، عين بقره، عندي زبيب، وعندي المشماش، وعندي تمر. دوك نقولكم كيف ندير هذا، كل ازنوهم يكونوا 420 غرام. عندي سكر، السكر 400 غرام سكر عادي، وعندي شوية عود قرفة، عندي نص حبة بصلة، عندي لوز بعد باش نزين به، وعندي لحم مرحي، عندي الماء، عندي 700 غرام ماء، وعندي سمن تاع المرجان ولا كيما بغيتو، زبدة ولا سمن كيما تحبوا. راح نبدأ كيما قلت لكم، راح نضيف مغرف كبيرة سمن او زبدة كيما بغيتو. انا تعجبني السمن تاع المرجان، يعني جا بيه روعة. وراح نضيف نص، نزيد له نص حبة بصلة اللي كنت رحيتها، وشوية ملح باش ما تجيش صامطة. وراح نلوح هذاك الطرف تاع عود القرفه، ما بغيتش نديرو كبير باش ما يطلقليش البنه. حنا في الدار صراحه درتو على جالتكم، حنا في الدار ما ناكلوش طاجين اللحم الحلو ابار عندي بابا ياكلو. حندير قرصه برك قرفه، درتو ديجا درك عليه ما ياكلش القرفه، الماكله اللي فيها القرفه ما ياكلهاش. ودرت لكم فيديو هذا كاع عادش طلبوها من عندي بزاف تاع البنات، ولازم نلبي لهم طلباتهم مش يصبروا عليا برك. المهم راح نقلي البصله والقرصه تاع القرنفل والعود تاع القرنفل، راح مع مغرف تاع السمن راح نقليهم، نقلي هذاك البصل. النار ما تكونش قاويه. التمر هذا واش راح ندير به، راح نحلو وراح نحيلو العظم تاعو لي من الداخل، راح نعوض العظم هذاك بحبه لوز. راح نكمل بنفس الطريقه، ربع حبات تاع اللوز تاع التمر عفوا. هنايا التمر ما حبيتو ديرو اكثر من ربعه ديرو، انا درتو للتزيين برك. اخي قلت لكم حنا ما ناكلوش طاجين اللحم الحلو، واضطريت اني نديرو على جالتكم. ما عارفين نديرو، بابا ياكلو هكاك برك بلا شي قرفه، درتو درك عليه وما فاقش بيه. عندي اللحم المرحي، راح نغطي ديك الطمره اللي حشيتها من داخل بحبه لوز، راح نغطيها باللحم المرحي. اللحم ريحته فرات، ما زدت له حتى حاجه، ني بصلاني بيسك دوك اللحو في المرقه حيتنكه و ما كان حتى نداويه. زدنات لكم، راح نحل نحط شويه لحم ونغلف حبه التمر اللي كنت حشيتها من داخل بحبه لوز. تحبوا اللوز تحمروه وتحشيو به حبة التمر، تحبوا ديروا دياركتومون كيما بغيتوا. هاما كي بعد ما غلفت التمر نتاعي، نرجع البصلة نتاعي اللي تتقلى، النار تكون ناقصة باش ما تتحرقش. راهو طاجين لحم الحلو، ما هيش راح تنصبي بيها، حتى تنصبي بيها ما كيش حتحرقيه. بعد راح نمرق بالماء، الماء وزنته 700 غرام ماء، 700 غرام ماء. يعني قلت لكم لحت نص حبة بصلة، لحت لها طرف عود قرفة، قرصة برك قرفة، وحطيتهم ومغرف سمن تاع المرجان، قليتهم مليح. من بعد لوحت 700 غرام ماء زهر، ولوحت شويه الماء، ولوحت شويه ماء زهر، شويه ما تكثروش. من بعد راح نلوح السكر عادي، السكر عادي 400 غرام سكر عادي. راح نفرغ السكر على الماء والبصل والمكونات، راح نحرك شويه تن نحسه بدا يذوب، ساعه ساعه نحرك باش ما
معكم كما تشوفوا. راح نروح للفواكه المجففة تاعي، راح نحي العين بقرة على جنب وراح نغطيها بالماء يكون سخون يغلي. كما راكم تلاحظوا نورمالمون الدخانة وطالع يغلي، لازم يكون ماء سخون يغلي. تلوحوها على العين بقرة وتخليها. بعد ما يغلي الماء راح نلوح العين بقرة، قلنا خليها على جنب عفوا، راح نلوح الزبيب ونلوح المشماش ونلوح هاك كيما تشوفون. بعد نولي نلوح نزيد نضيف لهم اللحم عفوا التمر اللي كنت غلفته باللحم وحشيته من الداخل بحبة لوز. ها هو كي حاولوا تغلفوه من مليح. بغيتوا تستعملوا فيها بيضة استعملوا، انا صراحة جربتها كانوا حبات تحلي فيهم شوية اللحم تحل. على هذا تقدروا تستعملوا بيضة مع اللحم كما بغيتوا، انا ما استعملتش صراحة باش ما نكذبش، ما استعملتش البيض. راح نلوح هذوك الطميرات اللي كنت غلفتهم باللحم مرحي، واللي ما بغاش يدير الطريقه هذه يقدر يدير طرف اللحم ويقليها مع البصله عادي. هكا لحت الحوايج اللي راني محتاجتهم، زبيب مشماش والتمر اللي غلفته باللحم، نغطي ونخليها تطيب في غرضها، النار ما تكونش قاويه. راكم تشوفوا راهي تغلي. بعد ما نقصه بدات نشوفوا فيها بدات نقص الماء، نلوحوا العين بقرة يعني وما تقعدوش تحركوا، انا اللي باش نعت لكم برك. تخليوها حتى تعقد، راكم تشوفوا هنا الماء قد ما ينقص يبقى فيه شويه ويبقى، راكم ما تحكموش عليه كي يكون سخون، قادر يبان لكم باللي عقد بزاف كي يكون سخونه ويبان ما يهم، بعد كي يولي يبرد يولي اكثر من العسل. على هذا ما تخليوهاش تنشف بزاف بزاف. راكم تشوفوا هنا اي بدا يعقد تعقد لي لاصوص. هكا شويه نطفي عليها، ميم با دوكا حنزيد لها واحد 5 دقائق ماكسيموم. هنا صايي حطيتها في صحن التقديم. هذا هو طاجين الحم الحلو تاعنا، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا معايا وعجبكم الفيديو وعجبكم الطبق. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي باللي جربناها وجات بنينه وجات سهله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ويا البنات اللي طلبتوا مني طاجين الحم الحلو هاني درته لكم، جربوه ماشي قلتوا لي درناه وما تجربوش، جربوه وردوا لي بالنتيجه. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وتهلاو في رواحكم، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتشاركوا زميلاتكم المبتدئات اللي بغاو يتعلموا. ان شاء الله يا ربي تكونوا حبيتوه. استناوني في فيديو جديد مالح ولا حلو. سلام.